تنتظر انك تسمع شيء رائع ومميز وراقي في نفس الوقت. كان عندي امنيه واكيد كل الفنانين عندهم هالامنيه اني يعني يكون في تاريخي اسم الامير بدر بن عبد المحسن كشاعر. اكيد من الشعراء المهمين في الجزيره العربيه، اذا حد يسمع الشعر يقول هذا الامير بدر بن عبد المحسن. نصف قرن والبدر مكتمل. نصف قرن والبدر مكتمل. الثلاثاء 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.